في هذه المنطقة السكنية بمدينة الدار البيضاء المغربية تقع المدرسة الفرنسية العليا للهندسة، بالإضافة إلى الطلبة المغاربة الذين يفضلون مواصلة الدراسة في المدارس الفرنسية المتواجدة في المغرب. فيليب طالب أتى من أبيجان لمواصلة دراسته. ميزة الدراسة في الدار البيضاء تتعلق خاصة بانخفاض التكاليف، كما لا نجد مشكلة تأشيرة. بعدها نحن الذين نأتي من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، هي تجربة جيدة بالنسبة لنا لأننا نضمن تجربة دولية، وعند ذهابنا إلى لاغوشيل نستطيع الاندماج بسهولة. كل طالب يجب أن يدرس لمدة 6 أشهر كاملة في جامعة لاروشيل بفرنسا، لكن ما هو جديد هذه السنة هو أن الشهادات تصدر فرنسية 100%، ما يعزز رغبة الطلبة في الالتحاق بالمدرسة. بالنسبة إلي كان الأمر سهلاً لمواصلة نفس البرنامج الفرنسي، بمعنى الدراسة في مدرسة فرنسية مع البقاء في المغرب وكأنني في فرنسا. مدرسة الهندسة تستقبل 30% من الطلبة المنحدرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. القائمون عليها يعتزمون مضاعفة هذه النسبة خلال السنوات المقبلة. تضم القارة 8 ملايين طالب، رقم سيصل إلى 30 مليون بحلول عام 2030. هذا هو النمو في القارة الذي يتطلب هذا التطور، خاصة في مجال الهندسة. تكوين إطارات المستقبل إفريقياً هدف المدارس الفرنسية في المغرب، والتي من المتوقع أن يتزايد عددها في السنوات المقبلة.